مشاهدينا، موسم الأعراس قرب، وإذا حابين توصلوا أو تخلصوا التحضيرات الأخيرة، أو إذا حابين تبلشوا بكير للسنة الجاي، موقع واحد كلكم بتعرفوه windowwedding.com بيعرفكم على كل الشركات والمتخصصين بهالمجال. ضيوفنا اليوم هن من The Favorite Shop. برحب بلينا ورانيا نحال، أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. The Favorite Shop أو Favorite Shop هو concept store بيقدم كتير مستلزمات لكل العرسين. أيمتى وجدتوا بلبنان وشو يعني concept؟ فكرة فيفورت تأسست من 3 سنين، والفكرة كانت نشأت لنسهل على العروس والعريس يختاروا من محل واحد الويدنج كاردز، الويدنج سوفينيرز والفيفورز، بالإضافة لليست دو مارياج. يعني الكوبل بيقدر يزور فيفورت شوب لينقي من التيبل وير سكشن، الهوم ديكوريشن سكشن، الليست دو مارياج تبعيتهم، وهيك بتكون العملية أسهل لهم، يقدروا ينسقوا التام تبع عرسهم، بيكون منسق من الكارت العرس للسوفونير لحتى الكونسبت مع الشوكولا والضيافة بشكل عام للعرسين. يعني اختصرتوا عدة محطات بمكان واحد. بالضبط، هو الشوروم هي 350 سكوير متر برملة البيضاء. عندكم فرع واحد؟ نعم. بالاضافه للودينج عندنا كمان من رافق العروس والعريس بالبلان، الفيوتشر بلان تبعهم، بس يحضروا للمولود الجديد. عندنا سكشن للبيبيز، نهتم بالكونسبت، يعني في متابعه مع العرسين من اهم نهار بحياتهم لا كمان ايام اخيره كثير مهمه ومناسبات كثير مهمه بحياتهم. خلينا يعني نمشي خطوه خطوه. وان ستوب شوب يعني بيوصلوا لعندكم مره واحده وبيختاروا اشياء كثيره هن بحاجه لها لهالنهار بالذات. خلونا نحكي عن نهار العرس ونبدا مع الانفيتيشنز او كرت العزيمه. شو عندهم خيارات بالنسبه لهالموضوع؟ نحن عندنا بالشوروم كمان عاملين كذا سكشن. ذا فيرست وان هي السكشن الويدنج كاردز، سكشن كبيره بقلبها كل شيء ويدنج كاردز يعني من بيقدروا يبلشوا فيها، ومن الويدنج كارد بتحس بتبلش الفكره لحتى نقدر نعمل لهم كمان يكون مع السوفينير والبرزنتيشن للشوكليت واذا كانوا حتى بالعرس بدون سوفينير لحتى يكون على موجود على الطاولات او لحتى يتوزع مع الكارد كمان بيلاقوا الفكره. فالقصه انه هي يكون كل الامور مترابطه ببعضها. يعني عاده بيوصلوا لعندكم العرسين لينا عندهم ثيم معينه للعرس، يعني عزمت. كل الامور لازم تشبه بعضها، وهون شغلكم بيبدا. طبعا هلا مرات بتحسي في ثيم او فكره هن جايين فيها، ومرات لا بدهم بس هيك نحن تو جايد ذم يعني على اي فكره بدهم يمشوا. شو كونسبت ستور؟ يعني اذا ما عندهم فكره واضحه او موضوع واضح للمناسبة او للعرس او للايفنت، انتم بتطرحوا عليهم فكره. بنساعدهم بالديزاين وبنساعدهم بالتشويس للسوفينير وللكارت وللشوكلت والبرزنتيشن كلها. نعم. الفكره انه اللي نحن كثير عم نشتغل عليها الكستمايزيشن بالشوب. يعني هيدي اساسيه بهالمجال، لانه نعم. الابتكار هو اساسي بهالمجال بالاخص. ما في اي عرسين بحبوا عرسهم يشبه حدا عرس اخر. مزبوط، يعني دائما بحبوا يكون شيء مختلف عن الثاني، وحتى التام يكون مختلف، الالوان مختلفه، كيف انه تقدمي الكارت مع الفكره مع السوفينير يكون كله مختلف. فهذا شغلنا انه نعطيهم كذا تشويس. رانيا، الافكار كيف بتتجدد عندكم؟ يعني كيف بتضلوا مستبقين اذا بدك؟ دائما بنتابع الالوان مثلا اللي دارجه بالفاشن، لانه كله بيتبع بعضه. كثير نعمل ريسيرش كمان، والاكثر من هيك كثير امرار العروس والعريس هن بيحولنا بالفكره يعني، ونحن وامبلمنتت لهم. فكثير بنشتغل على الكستمايزيشن، كثير بنشتغل على انه يكون روحيه العرس اللي هن حابين يظهروها تكون موجوده، ان كان بالكارت، ان كان بالسوفينير، ان كان بالديكوريشن تبع الشوكليتس، الكونسبت، الستاند الموجود، حتى سنتر بيسز بالاعراس ممكن نحن كثير من الاشياء اللي تميزتوا فيها بفيفورت شوب هي التيبل سيتنجز اللي بتعملوها. نعم. ولكل المناسبات هون الافكار الخلاقه منين بتجي؟ بتعرفي هي مرات بتجي، يعني اذا بدك تحكي مرات بتجي يا من اسامي العرسين يا من اسامي البيبي اللي اجا، من السيزن اللي هو خلق فيها او السيزن اللي العرس صار فيه.
بتعرفي كل هيدي اشياء بتساعدك على انه الفكره انه كيف تطلعيها انه تكون وينتر وينتر ولا سامري افكار او بصير في برين ستورمينج بينكم وبين الزبون. كثير طبعا كثير لانه بتعرفي كل واحد بحس هيك بي يعني بيحلم بشكل معين يكون للعرس او للكارت للانفيتاسيون كيف بدها تكون. فكثير مهم انه انتم تعرفوا الرؤيه اللي هن حابين اكيد يظهروا فيها. نحكي فيها مع بعض وتحتى نبلش عرفتي باول ديزاين بثاني ديزاين تحتى نطلع الفكره اللي هن حابين انه يظهروا فيها عرسهم. عالم الودينج فيفرز عالم كثير واسع، قد ايه الافكار هون عم بتكون ابدا ما بتشبه بعضها اذا بدك؟ كثير يعني دائما بده يكون في متابعه ودائما نحن ما من يعني بنجرب قد ما فينا نكون بمعارض اللي بتنعمل حتى بس نجيب اخر افكار وحتى انه نقدر نشتغل بافكار نقدر ننفذها هون حتى بلبنان. يعني الشوكولا البرزنتيشن اكيد كثير مهم وواضح انه النتيجه كثير حلوه عندكم. نوعيه الشوكولا، طعمه الشوكولا، قد ايه بتشتغلوا عليها؟ كثير. الشوكولا عندنا كمان ان هاوس، بحب ضيف انه كل شيء بيصير عندنا من زينه من فلاورز من هيدا بينشغل ان هاوس، بينشغل مع ديزاينرز وسبيشالست معينين لنقدر نظهر احلى زينه اذا بدك للشوكولا. طبعا عندنا طعمتنا الخاصه، روسات الخاصه فينا للشوكولا. بالاضافه لهالشيء كمان لانه عندنا الان هاوس ديزاينرز نقدر كثير نعمل سيت اب حلو للشوكولا، يعني بينعرض بطريقه خلاقه بطريقه كرييتيف تقدر كمان تظهر او تعبر عن الثيم تبع العرس او المباركه. هون عم نشوف الودينج فيفرز، يعني في سامبلز موجود مزبوط. ما مش كتالوج او بيفتح لا كلها سامبلز. احنا في ايتمز بنجيبها وين بتنعمل عندكم كمان مثل الشوكولا الودينج فيفرز اللي بتعملوهم؟ في ايتمز نحن بنعمل، نحن اللي بنعمله انه في ايتمز لا كثير بنجيب من برا نحن ايتمز مو يعني بنستوردهم من كذا براند معينه نحن بنشتغل عليها واشياء وهيك. ونحن البلس اللي بنعمله انه بنقدر نعمل باكجينج لهم البرزنتيشن للسوفينير بتكون بطريقه معينه حتى كمان تلبق مزبوط مع الثيم. هذا هو لنقدر نمشي مع ثيم العرس وثيم الكارت وكل ال. هل في موضه بالودينج فيفرز مثل ما في موضه مثلا بالمكياج والشعر طبعاً اكيد طبعا بالصيف يعني بتحسي انه لازم تفوتي اكثر كولرز كولور باستيل اشياء ملونه اكثر. بالشتاء بنروح مور كلاسيك مور جولد مور سيلفر كل شيء بيطبع بعده يعني طبعا في موضه حتى بالشوكولا بتحسي في موضه بالوردي في موضه يعني دائما هو كيف تظهر السيت اب تبع القطعه هذا هو المهم عندنا هذا هو اللي بنحاول انه نتميز فيه يعني نعطي بما انه هو وان ستوب شوب عندكم صبايا تلقائيا كل شيء بيقدر يعني في رابط بين كل الامور اللي انتم بتعملوها ان كان الويدنج انفيتيشنز او الويدنج فيفرز او الشوكولا او التيبل برزنتيشن كله ممكن يشبه بعضه لانه معمول او مطلوب من مكان واحد. مزبوط. بحب ضيف شغله كمان انه نحن كثير بنشتغل صحيح عندنا سوفينير امبورتي بس كمان بنشتغل كاستم ميد سوفينير لمثلا فور اكزامبل اذا عندنا ايفنت معين خطبه معينه عرس معين حابين يعملوا شيء كثير كاستم ميد من سكراتش مش قطعه بس للتزيين نقدر نعمل لهم شيء هن خاصين نقدر ننفذها بماتيريال خاصه بنزيد عليها مثلا الورد المستعمله بالعرس او الشريطه اللي حابين يحطوها وهيك بيطلع عندنا سوفينير كاستم ميد 100%. بعد في مجال لتلبوا العرسين لهالموسم؟ اكيد اكيد بضل في مجال كان للودينج انفيتيشنز او للفيفرز مزبوط او الشوكولا اكيد نحن دائما بنفضل يكون في شوي وقت لتقدري تعطي الفكره حقها وتقدري تعطيها يعني مثل ما لازم تتنفس بس دائما نحن معودين تعرفي على الوقت انه نشتغل بشكل سريع لحتى نخلص الخدمات اللي بتقدموها مش بس للاعراس انما كمان لكل المناسبات الكبيره وكمان المناسبات الصغيره. خبرونا شوي عن غير الايفنتس اللي بتشتغلوها. يعني احنا عندنا ايفنتس الاعراس وايفنتس الاولاد البيبي شاورز كمان عم نشتغل كثير عليهم وعندنا كل شيء ايفنتس كوربوريت يعني اي براند بدها تعمل ايفنت لحتى يعني تطلقها جديد كمان نحن بنساعدهم لحتى يكون هون. كيف ممكن تشتغلوا على الكونسبت بي كوربوريت ايفنت؟ بنشتغل على الكونسبت حسب شو هو البرودكت يعني بنعمل لهم الانفيتيشن كارد طبعا بدها تكون سبيشال لهال الايفنت يلي معمول
ولا السوفينير يلي بدها تتقدم لحتى ترجي الكلاينتس كيف شو هو البرودكت الجديد يلي بده ينزل. بنساعدهم حتى تو كرييت يعني الفكره الايمج يلي بدهم يتلقوا فيها البرودوي تبعهم. بس اذا عندنا مناسبات كبيره بنقدر نلجا لفيفرت شوب او اذا عندنا حتى سمول جاذرينج سمول انجيجمنت ان كان بالبيت او هيدا. حتى انا بحب كمان تو ستريس البوينت تبع البيبي شاورز. كثير عندنا كيف كثير بروفيشنال نشتغل بيبي شاورز فروم اي تو زي يعني من السوفينير من الكونسبت من ستاند الشوكولا ضيافه للمباركه تبع استقبال المولود الجديد. هيدا كله موجود عندنا از سيرفيس. وهلا تبعنا كمان بالفلاور ارينجمنتس يعني بصير تنسيق مع الفلوريست مع الكيترينج كمان بتقدموا هالخدمه. طبعا بنقدم هالخدمه ليكون المباركه في تنسيق كامل بين كل الافكار نسقها بطريقه كامله وشامله وتلبق كمان على المناسبة تبع المباركة. بتوفروا كتير وقت هيك على العرسين حتى يتفضوا أكثر لنفسهم إذا بتكون بهالمناسبة الكبيرة. شكرا لوجودكم معنا. للمزيد من التفاصيل مشاهدينا عن فيفرت شوب الويب سايت بتعرفوه windowwedding.com وأنا برجع بشوفكم بعد شوي.